بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذتكم الصاعقة، إما الموت أو الغشية العظيمة، وأنتم تنظرون. وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكماة والخبز وغير ذلك، والسلوى، طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان السمانة. طائر صغير يقول له السمانة طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيهم كل ويقيتهم فكان ينزل عليهم ويقيتهم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين. فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا، يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا، فهم طلبوا الرؤية عيانا. وهذه كما ذكر الشيخ رحمه الله جرأة عظيمة على الله عز وجل وعلى رسوله، فكان عقابهم أن أخذتهم الصاعقة. قال الشيخ: إما الموت أو الغشية العظيمة. والوارد عن السلف أن المراد هو الموت، بمعنى أنهم ماتوا. ويؤكد هذا قوله سبحانه: ثم بعثناكم من بعد موتكم. فهذا ينفي الاحتمال أن لا يكونوا ماتوا، فيكون المراد أنهم ماتوا. الصاعقة هي ما يصعقون منه أي يموتون. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر أن أصل الصاعقة هي كل أمر هائل يؤدي إلى هلاك أو عطب، وذكر أنه قد يكون صوتا يعني صيحة، وقد يكون نارا، وقد يكون زلزلة، وقد يكون رجفة. فهذا هو معنى الصاعقة، هو ما تكون به. وقد فسرت في هذا الموضع بالصيحة، وفسرت أيضا بالنار. وقوله أنتم تنظرون، يعني كل واحد ينظر إلى صاحبه، لأنها لم تأخذهم دفعة واحدة، فبعضهم ينظر إلى بعض وهو يهلك بهذه الصاعقة. وقوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم
فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. ثم ذكر الله عز وجل ما أنعم عليهم به في التيه، كما قال الشيخ: ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال: وظللنا عليكم الغمام. وذلك أن بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة كما جاء في القرآن، فلم يمتثلوا ونكصوا فعوقبوا بأنها كما قال: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فكانوا في صحراء وبرية تائهين عقوبة لهم، لكن مع ذلك فإن ألطاف الله عز وجل ونعمه تترى عليهم. ومن ذلك ما ذكره جل وعلا بقوله: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ظلل الله عليهم الغمام وهم في هذه الصحراء التي لا أسقف فيها، والغمام هو السحاب الأبيض، ظللوا به ليقيهم حر الشمس. وأنزل الله عز وجل عليهم طعاما وهو المن والسلوى. المن ذكر الشيخ رحمه الله أنه اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، وذكر أن منه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك. والذي ذكره كثير من المفسرين واشتهر عندهم أن المن شيء يشبه الصمغ، طعمه كالعسل، هذا هو المشهور الذي ذكره جماعة من المفسرين. لكن الشيخ رحمه الله اختار ما هو أعم من ذلك، وهذا هو ما اختاره ابن كثير أيضا في تفسيره. ومما استدل به ابن كثير على أن المن يشمل المذكور ويشمل غيره قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. وأما السلوى فقد فسرها الشيخ رحمه الله بطائر يقال له السمانة طيب اللحم. مع ما شاهدوه من البينات، ومع ذلك كانوا يظلمون أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا يقول ابن كثير إن حكاية هذه الحال عنهم تظهر فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم صحبوه في الغزو وفي الحر الشديد، ومع ذلك لم يسألوا خرق العادة، وهذا هو الأكمل في الاتباع، الرضا بما قدره الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا، ويحصل لهم فيها الرزق والرغد ويحصل فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا، أي خاضعين ذليلين، وبالقول، وهو أن يقولوا حطة، أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين بأعمالهم، أي جزاء عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا، لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا، أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. قوله سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، بنو إسرائيل بعد التيه 40 عاما يسر الله لهم الفتح ودخول بيت المقدس، والقرية هي بيت المقدس كما قال قتادة، ففتح لهم. ومن شكر نعمة الله عز وجل أن الله عز وجل قال لهم: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة. فأمروا بأن يدخلوا الباب وهم سجد، قال ابن عباس: منحنين ركوعا. فالمراد في قول السجدا يعني منحنين ركوعا، كما ورد عن ابن عباس. وقيل لهم: قولوا حطة، ومعنى حطة يعني طلب مغفرة، يعني يسألون الله عز وجل أن يحط عنهم خطاياهم، لكنهم ووعدوا مع ذلك بمغفرة الخطايا والزيادة للمحسنين. قال ابن عباس: من كان محسنا زيد في إحسانه، ومن كان مخطئا تغفر له خطيئته. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا منهم كما قال الشيخ، إنهم لم يكونوا كلهم بدلوا، بل بدل بعضهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في حنطة، استهانة بأمر الله، وبدل أن يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على أدبارهم رافعي رؤوسهم. وهذا من عصيانهم وقلة شكرهم وحرصهم على الدنيا، فهم طلبوا ما يشتهون من أعراض الدنيا وتركوا ما أمروا به من طلب المغفرة التي بها صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فكذلك
كانت العقوبة عليهم أن الله عز وجل أنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذه الآية وقول سبحانه رجزا، قال الشيخ أي عذابا. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، والتنكير للتهويل. قال الراغب تخصيص قوله رجزا من السماء، لأن العذاب ضربان، ضرب يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدمي أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق ونحوه، وضرب لا يمكن دفاعه بقوة الآدمي كالطاعون والصاعقة والموت، وهو المراد بقوله رجزا من السماء. ولهذا جاء عن بعض السلف تفسير العذاب هنا بما هو أخص، وهو الطاعون، والطاعون عذاب. قال ابن زيد المراد به الطاعون، وهذا يشهد له ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أسامة بن زيد مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، رواه مسلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله نقل ما ورد عن ابن زيد من أن المراد بالرجز هنا الطاعون، ثم قال وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعملا. مما يستفاد من هذه الآية التواضع لله عز وجل والخشوع له سبحانه وقت العزة به، فإن من أعزه الله فعليه أن يتواضع وأن يخشع لله. ولهذا أمروا وهم يدخلون فاتحين أن يدخلوا ركعا وأن يسألوا الله عز وجل مغفرة ذنوبهم. وهذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما دخل عام الفتح، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة فاتحا خاضعا لربه حتى أن عثنونه يمس مورك رحله، والعثنون طرف اللحية، وهذا خضوعا وشكرا لله عز وجل. ولما دخلها صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فعند النصر يكون التسبيح بحمد الله، وهو شكر لله عز وجل وثناء عليه، فهو الناصر وحده سبحانه. لا ينصر أهل الإيمان إلا بالله. ثم يستغفرون من ذنوبهم، فسبح بحمد ربك، هذا حمد وثناء، واستغفره إنه كان توابا. وهذا لأن النصر قد يورث في القلب كبرا، وقد يورث في القلب ما لا يرضاه الرب جل وعلا. ولهذا كان المشروع هو هذا الحال لمن نصره الله، وجاء في دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وهذا هو الذي يكسر القلب، فإن القلب ينكسر بين يدي الله إذا حصل من العبد الإقرار بالنعمة والإقرار بالذنب، فإذا استشعر عظم نعمة الله عليه وأنعامه وأفضاله التي تنهمر عليه من ربه، ثم نظر إلى ما يصعد منه إلى ربه من الذنوب والخطايا، كان ذلك سببا في انكسار قلبه وخشوعه لربه عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقى أي طلب لهم ما يشربون منه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة، قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض، أي تخربوا على وجه الإفساد. قوله سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه، هذا أيضا حصل في التيه، وكما تعلمون الصحراء تقل فيها المياه، فعطش بنو إسرائيل، فاستسقى موسى عليه السلام لقومه، أي طلب لهم ما يشربون منه. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، الشيخ بيّن أن هذا الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده كانوا يحملونه معهم، أو إما اسم جنس لأي حجر، وهما قولان للمفسرين ذكرهما ابن كثير وغيره. قال: والثاني أظهر في المعجزة، يعني كونه ليس حجر بعينه، وإنما كان موسى إذا حل بمكان وعطش ضرب الحجر الموجود، هذا أظهر في المعجزة. وذكر الله عز وجل أنه أنعم على بني إسرائيل بأن انفجرت منه 12 عينا على عدد قبائل بني إسرائيل، حتى لا يتزاحمون ويشربون إلى تزاحم ولا خصام. ثم امتن عليهم بقوله: كلوا واشربوا من رزق الله، وهذه الإضافة
إلى الله عز وجل تعظيم للمنة التي جاءتهم بلا تعب ولا مشقة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا يفيدنا أن من كفر النعمة أن يستعان برزق الله على الإفساد الذي حرمه الله. الله عز وجل أنعم عليهم بالأكل والشرب، فمقتضى ذلك ألا يفسدوا في الأرض ذلك الإفساد الذي حرمه المنعم عليهم. ولهذا قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تسعوا في الأرض بالفساد. وذكر بعض المفسرين أن المعنى يعني لا تعتدوا حال إفسادكم، وإنما قيده مع أن قوله لا تعثوا فسر بالسعي بالفساد، قيده بقوله مفسدين. قال بعضهم لأن ذلك قد يكون منه ما ليس بفساد، كمقابلة الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما قد يتضمن إصلاحا راجحا كفعل الخضر. ولهذا قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيوة، اذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها، والعدس والبصل معروف، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا. ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردع الهمم، وباءوا بغضب من الله أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئس الغنيمة غنيمتهم وبئس الحالة حالتهم، ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ذلك بما عصوا
بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونصبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر، أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه الحالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم هو أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. في تفسير هذه الآيات ذكر الشيخ رحمه الله قوله سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وبين أن المراد يعني جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا. نمر معنا أنهم كانوا يطعمون المن والسلوى، فهو أنواع، لا سيما إذا فسرنا المن بما هو أعم كما تقدم. لكن المراد أنه جنس طعام لا يتغير، ولهذا قالوا لن نصبر على طعام واحد. وقوله اهبطوا مصرا يعني أي مصر من الأمصار، بمعنى أن ما طلبتم كثير موجود في أي بلد، فلا يساوي أن أسأل الله فيه. وقوله وفومها فسر الفوم بالثوم، وهذا ما اعتمده الشيخ رحمه الله في تفسيره، وهو مروي عن ابن عباس، وجاءت به قراءة عبد الله بن مسعود. وروي عن ابن عباس أن المراد الحنطة، وهي البر الذي يعمل منه الخبز. كانت عقوبتهم لما سألوا هذا السؤال واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فهم طلبوا الأدنى فعوقبوا بدنو منزلتهم ذلة ومسكنة، وباءوا بغضب من الله. ثم بين الله جل وعلا، وهو سبحانه الحكم العدل، أن ذلك بسببهم وبسبب ما كان منهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى آخر الآية. وهذا الجزء ذكر الشيخ في فائدة مهمة،
لأن قوله سبحانه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، لما ذكر أنهم باءوا يعني رجعوا بغضب من الله، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وهذا جرم عظيم، الكفر والقتل للنبيين. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاستفاد الشيخ من هذا من هذه الآية أن الشيطان تدرج بهم من المعصية والاعتداء إلى الكفر وقتل الأنبياء، حتى وجبت عليهم اللعنة والغضب. ولهذا قال الشيخ: فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، بمعنى أن المعاصي إذا تساهل بها الإنسان قد تؤدي به والعياذ بالله إلى الكفر بربه عز وجل، وهذا يوجب لكل مسلم أن يحذر صغائر الذنوب كما يحذر كبائرها، فإن الصغائر تجتمع، وإذا اجتمعت قد توبق العبد، وقد تكون سببا في وقوعه في الكبائر، والكبائر تجره إلى الكفر عياذا بالله من ذلك. وقد أمرنا كما تقدم أن نعتبر بما قصه الله عز وجل عن بني إسرائيل وأخبر به عنهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في ختام هذه الآية فائدة، وهي أنه قد يقال إن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الموجودين وقت نزول القرآن، مع أن هذه الأفعال لم تقع منهم وإنما وقعت من أسلافهم، ومع ذلك خوطبوا بذلك. ذكر الشيخ رحمه الله أن لهذا مغزى وفوائد متعددة، أذكر شيئا مما ذكره الشيخ. فذكر أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم، يعني أن الموجودين وقت نزول القرآن من بني إسرائيل كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون أنهم أفضل من محمد ومن آمن به صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل في هذه الآيات من أحوال أسلافهم ما يبين أنهم ليسوا من أهل الصبر والشكر ومكارم الأخلاق. وإذا كانت هذه حال سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ لأن العادة أنه كلما قرب عهد الأمم من أنبيائها كان الصلاح فيهم أكثر، وكلما بعد العهد بالأنبياء كثر الفساد. فإذا كان هذا حال بني إسرائيل ونبيهم فيهم، فما حالهم بعد ذلك وبعد مضي عصور متتالية؟ لا شك أن حالهم أشد وأضعف من حال المعاصرين للنبي عليه السلام.
ثم ذكر الشيخ حكمة أخرى وهي أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأن هذه النعم تشملهم وتعمهم. وذكر أيضا أن من ذلك أن أفعال أسلافهم لم يكن كثير من المعاصرين أو أكثر المعاصرين لنزول القرآن لم يكونوا ينكرونها، بل كانوا يرضون بها، والراضي بالمعصية شريك العاصي. نعم. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن والحزن شأنه فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم وبما ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر أن من ما يلمس من مقاصدها أن الله عز وجل لما ذم بني إسرائيل في الآيات المتقدمة وذكر بعض مخازيهم، بين هنا أن من بني إسرائيل كما من غيرهم من الأمم من يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر ويعمل صالحا، وأولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاء عن مجاهد ما يمكن أن يكون سببا لنزول هذه الآيات، فقد جاء عن مجاهد أنه قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية. الحديث رواه ابن أبي حاتم وهو منقطع، لأن مجاهد لم يسمع من سلمان. يبقى أن هناك إشكالا قد يرد حول هذه الآية، وهو
أن هذه الآية تثني على المؤمنين بالله من هذه الأمة، إن الذين آمنوا وهم من هذه الأمة، والذين هادوا المؤمنين من اليهود والمؤمنين من النصارى والصابئين. فكيف يجمع بينها وبين قوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ الشيخ رحمه الله أجاب أو ذكر ما يدفع هذا الإشكال بقوله: والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. إذن فهذه الآية هي إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم فمن ابتغى دينا غير الإسلام بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أيا كان دينه. هنا أيضا تعليق على تفسير الصابئين. الشيخ رحمه الله قال: لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، هذا ما صححه الشيخ. وتفسير أو المراد بالصابئين محل خلاف بين المفسرين. ابن كثير ذكر أقوالا ثم قال: وأظهر الأقوال قول مجاهد ومتابعيه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم مقرر يتبعونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابع، أي إنه خرج عن أديان أهل الأرض إذاك. هذا كلام ابن كثير، وما اختاره رحمه الله في تفسير أو في المراد بالصابئين. ومن الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه الآية أن الإيمان والعمل الصالح يطرد الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، فمن أراد الأمن والسعادة والخلوص من المخاوف والأحزان فعليه أن يقبل على الإيمان بالله والعمل الصالح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويلحظ أن الله عز وجل ذكر هذه الأمة في هذه الآية بوصف الإيمان: إن الذين آمنوا، مع أن سائر الأمم أيضا مؤمنون، ولهذا قال: من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من الأمم المتقدمة. لكنه سمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة يقينهم، فإنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ويؤمنون بالغيوب كلها، وهم أتم الأمم إيمانا وأكثرها إسلاما، ونبيهم أفضل الأنبياء ودينهم أفضل الأديان.
ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل تكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بقوله سبحانه: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور هو الجبل كما جاء مفسرا في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقوله سبحانه خذوا ما آتيناكم بقوة بيّن الشيخ أن المراد يعني بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله. واذكروا ما فيه بأن تتلوه وتتعلموه وتتعظوا به. ثم ذكر الله عز وجل أنه بعد هذا التأكيد البليغ توليتم يعني أعرضتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذه الآية فيها عبرة لأهل الإيمان، وذلك أن الله عز وجل حذرنا من مسالك الكفار ومن مسالك بني إسرائيل، وقد ذكرنا فيما مضى أن ما يقصه الله عز وجل علينا في كتابه مما وقع لبني إسرائيل، فمن أعظم مقاصده أن نتعظ نحن فلا نقع فيما وقعوا فيه. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بنو إسرائيل قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فعوقبوا بأن رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة، وهذا يستفاد منه أن هؤلاء ثقل عليهم حمل الأمانة، والأمانة هي ما في التوراة من أوامر وشرائع، فثقلت عليهم مع أن فيها هدى أنفسهم ونور قلوبهم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكنها مع ذلك ثقلت عليهم، فكان جزاؤهم أن نتق الله الجبل فوقهم يعني رفعه، فرأوا هذا الجبل الثقيل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وهكذا من نكص
عن حمل أمانة الله التي فيها سعادته جوزي بحمل ما هو أثقل منها وفيه خسرانه. لعلنا نختم الدرس بهذا، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.